السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نخصصها للحديث عن مرور عام على تحرير مديرية حيس في محافظة الحديدة. إذن انقضى عام على طرد الحوثيين من مدينة حيس الواقعة في أقصى جنوب الحديدة، وهو ما يسميه التحالف تحريرا، إلا أن المفارقة أن هذه المدينة التي يسكنها ما لا يقل عن 30,000 نسمة فقدت الأمان بسبب القصف الحوثي يوميا على ساكنيها المدنيين. عام من التحرير ولا تزال المعاناة مستمرة، لا مياه ولا كهرباء ولا اتصالات ولا استقرار، حتى مدير الأمن المعين منذ سنة من المحافظ لم يتم تمكينه من صلاحياته حتى اليوم. قرابة 6,000 أسرة من سكان المدينة وأريافها يعيشون معاناة النزوح، متوزعين على الخوخة وأرياف عدن وأبين ولحج وغيرها. مرارة الشتات وانعدام الاستقرار ووجع لا يشعر به من لا يعاني، ولا يكاد يمر يوم دون أن تنهمر القذائف على بيوت المدنيين في حيس. المدينة تقريبا محاطة بالحوثيين من الاتجاهات الأربعة عدا منفذها الغربي الذي يربطها بمديرية الخوخة. اللواءان 17 و11 عمالقة يتوليان مهمة الدفاع فقط، بينما يرفض التحالف الموافقة على التقدم لتأمين المدينة مع قدرتهم على ذلك. وبعيدا عن الحسابات السياسية يبرز التساؤل المهم، لماذا لا تزال معاناة حيس مستمرة بعد عام من تحريرها المزعوم؟ ولماذا لا تقوم الشرعية بتطبيع الخدمات فيها؟ ومن يتحمل مسؤوليتها أو المسؤولية تجاه معاناة ساكنيها؟ مشاهدينا، لمناقشة ذلك سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الناشط الحقوقي طارق سرور، ومن جدة الناشط السياسي عثمان العيدروس، ومن حيس رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي صادق بقاش، وكذلك الناشط الإعلامي حسام بكري. نبدأ مع السيد العيدروس أو عثمان عيدروس، رئيس تكتل الساحل الغربي لقوى الثورة. سيد عثمان، مساء الخير. مساء النور أخي بشير لك ولجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين. أهلا بك سيد عثمان. يعني في البداية، كيف تتابع الوضع في مديرية حيس بشكل عام؟ أخي دعني في البداية أن أستغل هذه الأوقات والذكرى الأولى في تحرير مدينة حيس بتوجيه الشكر والتقدير إلى قادة المقاومة التهامية، نعم، الذين كان لهم الدور البارز والكبير جدا في تحرير حيس، ممثلة بقائد النخبة التهامية العميد ركن أحمد الكوكباني، نعم، وقائد المقاومة التهامية عبد الرحمن حجري، وقائد الرئيس الزرانيق سليمان منصر، وكذلك أن نذكر الشهيد حسن، ونذكر الشهيد علي أبو الحياة حسن دوبلة طبعا. وكذلك فإن لأبناء حيس كذلك مناسبة عظيمة جدا مع ثورة وذكرى 11 فبراير، أن كان تحرير هذه المدينة في نفس هذا الشهر، ويذكرنا بثورة فبراير ونهنيك ونهنيك جميع الإخوة المشاهدين والمستمعين لهذه الذكرى. بالنسبة أخي لحيس، كما ذكرت في مقدمتك بأن حيس حقيقة وجع وألم شديد جدا، نعم، للشرعية، لأبنائها، لأهلها، للوطن، للكل، للجميع. ما تمر به هذه المدينة، ما يمر به أهلها، ما يمر به جميع المتواجدين فيها، حقيقة مأساة إنسانية بالدرجة الأولى. فهو باختصار نتيجة التحرير المنقوص، وهو النموذج السيء حقيقة للأسف الشديد لأي تحرير قادر في المناطق التهامية، والذي رسم صورة سلبية، والذي نطمع ونأمل أن تزول في الأيام القادمة، خاصة مع دخول الاتفاقيات الدولية في الساحل الغربي وفي مدينة الحديدة، نعم، وتوقف عملية القتال في داخل المدينة. نسعى إن شاء الله ونأمل إن شاء الله بأن يكون للتحالف العربي وللشرعية دور كبير وبارز في حل مشكلة التحرير المنقوص سواء في حيس أو التحيتة أو الدريهمي. إذن سيد عثمان، يعني تحرير منقوص ونموذج سيء، يعني ما يحدث أو ما حدث في حيس في مسألة التحرير، يعني لمصلحة من برأيك؟
أعتقد قبل أن أعقب على هذا الشيء، أننا نسيت شيء مهم جدا في شكري للقادة الذين بذلوا في تحرير حيس، أنه كذلك نشكر إخواننا من ألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية الذين كان لهم دور كذلك في عملية تحرير حيس. نعم. بالنسبة لسؤالك واستفسارك عن السبب، والله يا أخي أنا أعتقد أنه الأهداف التي رسمت في الساحل الغربي بالدرجة الأولى كانت هي إلى الحديدة وميناء الحديدة بالدرجة الأولى. نعم. وكان انطلاق هذه القوات للشريط الساحلي مرورا بالمديريات المحادة. نعم. بهذا الأمر، لأنه كان هناك هدف استراتيجي وهو خلق هذه الميليشيات التي لها متنفس وحيد وهو ميناء الحديدة من خلال الاستيلاء على المدينة وعلى الميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى. وكانت تلك المبررات في المرحلة الماضية، بأنه إذا سقطت المدينة الحديدة وتم الاستيلاء على موانئها بأنه تدريجيا وتلقائيا سيتم تحرير المديريات التابعة لها التي تعتبر المديريات الريفية، سواء في المناطق الشرقية أو الجنوبية أو الشمالية. لكن للأسف الشديد حصل ما خلاف ما كان مرصود في الخطة وأهداف التحالف من أنه من عملية استمرار تحرير المدينة أو الموانئ كما هو معروف من خلال اتفاقية السويد التي كانت في نهاية العام 2018 ودخول فرق الانتشار الدولية والأمم المتحدة كفرق مراقبة وإعادة الانتشار للقوات. أعتقد الآن أن الفرصة مواتية وبكل قوة لرسم صورة جيدة لتطمين الناس في تهامة وفي مديريات الحديدة بأن ما بعد التحرير ليس كما قبل التحرير، وأن نمسح الصورة السلبية. وثقتنا الإخوة في قيادة التحالف بالدرجة الأولى ثم بالشرعية بأن تقوم بتلافي ذلك بصورة عاجلة عاجلة عاجلة. يا أخي وضحيش باختصار والله العظيم، وأنا على اطلاع، لا يرضي لا سلطة شرعية، لا يرضي لا محافظة، لا يرضي لا مسؤولين، ولكن ليس بأيديهم شيء. جميل، لكن سيد عثمان يعني على اطلاعك أنت، يعني أنت مطلع وأنت من أبناء هذه المدينة ومطلع على الوضع وما يحدث في حيس تحديدا، يعني وصف يعني أن هذه المدينة هي باتت مدينة محررة، هل بالفعل حيس يعني باتت محررة من خلال الواقع والوضع في هذه المديرية؟ عسكريا وإداريا تعتبر المدينة محررة وتتبع الشرعية، ولكن كما أسلفنا بأن ذلك التحرر المنقوص التحرر السلبي لم أصبحت حيث مثل ما ذكرت وسط. يعني كيف عسكريا محررة سيد عثمان؟ كيف عسكريا محررة وهي يعني لا يمر يوم وهذه المنطقة لا تستقبل أو أنها تستقبل يوميا قذائف وصواريخ الميليشيا؟ نعم، الدليل أنها محررة أنها تستقبل يوميا هذه القذائف القادمة من خارج المدينة، وبالتالي يلزم الإخوة في الشرعية وفي التحالف إلى تأمين المدينة وينتقلوا ما بعد عملية التحرير إلى عملية التأمين. الآن ينقص حيث عملية التأمين، عملية وجود الدولة وهيبتها، عملية الإغاثة الإنسانية العاجلة، هناك تقصير. نحن نقول التحرير المنقوص، حيث كمدينة تحررت ولكن لم يتم التأمين من جميع الجوانب. نحن نتحدث عن مديرية حيث هي المديرية الممتدة شرقا إلى قريب جبل راس، غربا إلى خط الخوخة، جنوبا إلى قريب الجراحي، شمالا الحدود الفاصلة مع محافظة تعز. لكن نحن نركز فقط على مدينة حيس، ولكن أريافها حدود المديرية للأسف الشديد ما زالت مع القوى الانقلابية. وبالتالي ينبغي أن يكون فعلا خلال الأيام القادمة تطمين للناس، تطمين للأهالي. أنا من أبناء مديرية الجراحي، وحقيقة الناس فعلا أصبحوا نتيجة التحرير المنقوص هذا بتخوف كبير من القادم.
نعم، إذا ابقى معي، ابقى معي سيد عثمان، سيد عثمان سأعود لأكمل معك من هذه النقطة، ودعنا نشرك معنا السيد صادق بيجاش رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي وسينضم إلينا من حيث تحديدا. سيد بيجاش مساء الخير. مساء النور. حياك الله سيد صادق، ويعني بداية لو تحدثنا عن طبيعة الوضع حاليا في مديرية حيث. مديرية حيث محاصرة جدا، محاصرة من جميع الاتجاهات. نعم. ما عدا الجهة الغربية فقط، نخرج إلى الخوخة فقط. نعم، لكن حياة الناس، حياة الناس في هذه المديرية بالنسبة للحياة، الحياة العامة ويعني حركة الناس ومعيشتهم، كيف هو الوضع؟ الوضع مأساوي جدا، التعليم مغلق، المشروع المياه معطل. نعم. خزانات إسعافية فقط على حساب منظمات أجنبية جابت خزانات. نعم. فهمت علي؟ الآن نحن محاصرين يا أخي، من كل مكان محاصرين. معانا أطباء بلا حدود تستقبل جرحانا في عدن وفي المخا. نعم. الآن موسم ملاريا، الآن العطش يعني قاتل في حيث، موسم ملاريا ما فيش أي تدخل. طيب سيد صادق، يعني هذه المديرية حررت منذ عام تقريبا أو ما هو مؤكد، يعني هل ما زالت حركة النزوح يعني قائمة في هذه المديرية؟ أم أن الوضع يعني مع القذائف التي تمطرها الميليشيا بين فترة وأخرى على هذه المديرية، الناس ما زالوا يعني متواجدين في هذه المديرية؟ متواجدين البعض، النازحين ما رضوا يرجعوا إلى منازلهم، المنازل فاضية، الناس نعم هاجروا إلى عدن، إلى حضرموت، إلى المكلا. لكن هل ما زالت هناك حركة أو نزوح يعني مستمر، أم أن حركة النزوح توقفت؟ توقفت، بس الرجوع إلى المدينة ما فيش. نعم. بالنسبة للخدمات سيد صادق، بالنسبة للخدمات التي تحتاجها حيث حاليا ما هي؟ المياه رقم واحد، المياه. نعم. وغير المياه؟ الصحة. وغير المياه ما الذي تحتاجه؟ رقم اثنين الصحة. نعم. والأضافة البلدية، القمامات متكدسة يعني في المدينة، ما حصلناش شيوة اللي يرفع القمامات. نعم، إذن سأعود إليك ويعني نستكمل الحديث في تفاصيل كثيرة، والآن سأستقبل أو سأرحب معنا بالسيد طارق سرور ناشط حقوقي، سينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. سيد طارق مساء الخير. التحية لك ومرحبا بك وبضيوفك الكرام وبكافة مشاهدي قناة بلقيس. نعم، أهلا بك سيد طارق، يعني عام على تحرير حيث، وأيضا معاناة الناس لا تزال مستمرة في هذه المديرية، لماذا برأيك؟ أخي الكريم، مديرية حيث وضع مؤلم ووضع مأساوي بكل ما تعنيها الكلمة. بداية أعلن تضامني وتعاطفي الكبير مع إخواننا وأهلنا في حيث، حقيقة مرور عام منذ 5/2/2018 عندما أعلن تحرير مديرية حيث. نعم. وكلنا كنا سعيدين بهذا الخبر، ولكن للأسف الشديد اتضح بأنه أقل ما نقول عنه بأنه تحرير منقوص وتحرير غير كامل. الذي حدث هو فقط الدخول إلى مركز المديرية والاكتفاء بذلك. الآن فعلا ما هو محرر وما هو بيد قوات المقاومة هو مدينة حيث، مركز مديرية حيث أو الدائري حول مديرية حيث فقط. نعم، لكن سيد طارق هنا يعني برأيك من الذي يمنع تطبيع الأوضاع وتأمين هذه المديرية بشكل كامل حتى الآن؟ يعني هنا مر عام على أن حررت هذه المدينة، ويعني ما الذي يمنع عن تطبيع الأوضاع فيها؟ أخي، الذي يمنع تطبيع الأوضاع فيها هو عدم تحريرها الكامل. يوميا المدينة تتعرض للقصف بالهاون وبالكاتيوشا وبمختلف الأسلحة. وهذا هو التساؤل سيد طارق، يعني ما الذي يمنع تحريرها الكامل حتى الآن؟
نعم، هذا السؤال يوجه إلى التحالف وإلى الشرعية وإلى السلطة المحلية بالدرجة الأولى. نعم، يجب ربما أنتم أبناء المدينة سيد طارق يعني تساءلتم هذه الأسئلة على محافظ المحافظة، على أيضا يعني مسؤولين في الجيش، يعني حتى الآن يعني ما هي الردود في مسألة أن المدينة هذه لم تحرر حتى اللحظة؟ أخي، المدينة لم تحرر حتى اللحظة، يجب أن يكون هناك قرار سيادي من التحالف بتحرير كافة المديرية، بتحرير المناطق المتاخمة والمرتفعة المطلة على المديرية والتي يوميا يتعرض منها المدنيين للقصف المستمر من قبل الميليشيا. يجب أن يكون هناك قرار قوي واستعداد جاد لتحرير وتأمين منطقة سقم وما حولها، المناطق من الجهة الشرقية المحادة لمقبنة ومناطق شمير. يجب أيضا تحرير أو تأمين منطقة القهرة في جبل راس حتى يتم تأمين مديرية حيس، وبالتالي الاستمرار والوصول إلى مديرية الجراحي وزبيد وبقية المديريات. لكن للأسف الشديد لم نجد هناك اهتمام من التحالف بتحرير المديرية بشكل كامل. الضحايا الذين يذهبون بشكل شبه يومي لم يحركوا ضمائر قيادات التحالف وقيادة السلطة المحلية وقيادة الشرعية لتحرير هذه المدينة، حتى أصبح المواطنون يشككون بأن تحرير حيس فقط جاء لتأمين مديرية الخوخة، وهذا وضع مؤلم ووضع فعلا غير مقبول. أصبحت حياة الناس في جحيم بشكل كامل. نعم، فهم محاصرين، لا يستطيعون العمل بشكل يومي، لا يستطيعون تأدية مهامهم اليومية. توقف مصدر الدخل المحدود لذوي الدخل المحدود، الصيادين، سائقي الدراجات النارية، المزارعين، عمال البناء. صعب دخول المواد الغذائية والمواد الإيوائية إلى المديرية، بالإضافة إلى القصف اليومي. منذ عام، منذ دخول قوات الشرعية إلى حيث وإعلان تحريرها، للأسف الشديد توقف التعليم بشكل كامل، والآن فعلا العام الثاني بدون تعليم مدينة حيث، بدون تعليم. ذهب العام الماضي يؤدوا الاختبارات النهائية في مديرية الخوخة بدون أن يدرسوا، والآن نحن في منتصف العام ولم تتم الدراسة. توقفت الصحة والخدمات الصحية بشكل كامل. الكهرباء منعدمة تماما، المياه أيضا، خزان المياه الرئيسي الذي يمد المدينة في منطقة الدنين يقع في مناطق السيطرة الميليشيا وقامت بتفجيره بعمل لا إنساني. هناك بعض المنظمات قامت بعمل حلول مؤقتة وعبارة عن خزانات مياه في الأحياء والحواري. وبعضها توقف منذ ما يقارب شهر تقريبا. فالوضع بشكل عام وضع مؤلم، غياب للسلطة المحلية، غياب لإعادة الدولة، لإعادة الأجهزة القضائية، لإعادة الأجهزة الأمنية. وضع مؤلم ولم نجد له تفسير. محافظ المحافظة يبذل جهد إلى حد ما، لكن يجب أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية بصفته المسؤول عن هذه المحافظة والمسؤول عن هذه المديرية. يجب أن يتحرك بقوة لدى التحالف، ويجب أن يعمل على إعادة تطبيع الحياة بشكل كامل. نعم، لكن هو في هذه النقطة، سيد تحليل مدير للمديرية، تحليل طارق، مدير للأمن، وإعادة تطبيع الحياة بشكل كامل. سيد طارق، فيما يخص تساؤلنا يعني لماذا لا تؤمن هذه المدينة، أنت كما أسلفت أنه هذه الإجابة نجدها عند القياديين العسكريين والذين هم من يتولون هذه المهمة، ونحن بدورنا يعني حاولنا التواصل مع مسؤولين معنيين ومنهم محافظ المحافظة ووكيل المحافظة ومدير المديرية وأيضا مدير أمن حيث وقيادات عسكرية في العمالقة، وكذلك تواصلنا مع الناطق الرسمي باسم الجيش ورئيس دائرة التوجيه المعنوي. كل الذي ذكرناهم جميعهم تعذروا عن المشاركة لأسباب مختلفة. ويعني هنا أطرح عليك تساؤل في الجانب الخدمي، يعني إذا كان عسكريا هناك أسباب ويعني أمور سياسية تمنع مسألة التحرير، لكن في مسألة تطبيع الوضع في المديرية والخدمات، يعني ما الذي يمنع المحافظ حتى الآن من يعني ترتيب أمور هذه المديرية حتى الآن؟ أخي، تطبيع الوضع هو لن يتم بدون أمن،
كيف يستطيعوا الدوام وتطبيع الحياة بشكل عامل وبشكل كامل، والمدينة معرضة يوميا للقصف. المدارس إذا ما عادت سيتعرض الطلاب للقصف بشكل كامل، المرافق كلها تتعرض للقصف. إلى الآن مركز مديرية حيث، مقر المديرية، مقر مديرية الأمن يتعرض للقصف الدائم من قبل الميليشيات. فالجانب يجب أن يعطى الاهتمام الأكبر الآن بالجانب العسكري وتأمين المناطق، أو إبعاد على الأقل إبعاد الميليشيات إلى مناطق لا تمكنها من إيصال النيران المدفعية إلى مدينة حيث. وبعد ذلك يأتي الجهد من قبل السلطة المحلية لتعيين مدير المديرية ولتعيين مدير الأمن ولإعادة أجهزة القضاء، وبالتالي دعوة المجتمع الدولي لتقديم خدماته ودعمه ومساندته لمدينة حيث. يجب أن يكون هناك أيضا اهتمام خاص من قبل المحافظ بهذه المديريات، يجب إعطاء نموذج إيجابي عن المناطق المحررة، عن المناطق التي فعلا أعلن تحريرها. يجب أن يشعر المواطن بالفرق ما بين المناطق المحررة والمناطق الأخرى. يجب أن يشعر بالفرق بين ما كان يعيش تحت سلطة الميليشيات وتحت ما نسميه الشرعية. يجب فعلا على الكل أن يتحمل مسؤولية أخي الكريم. نعم، إذن سيد طارق تكرم بالبقاء معي وأنت وبقية الضيوف، ولكن سنذهب الآن لمشاهدة استطلاع على وضع، يعني هذا الاستطلاع يوضح وضع نازحي مديرية حيث في أرياف محافظة أبين، نشاهد سويا. المطر فوقنا، الحمام فوقنا، الريح فوقنا، كل شيء فوقنا، احنا ده البيت قدامك شوفها أنت بنفسك. والله عندنا ونحتاج ما اكلوش، ناكل جيع. الاطفال كيف عايشين؟ عايشين في حالة كريهة، لا الحمى الريح. النزوح معذبين فيه، منكدين يعني من جميع الاشياء، ان قلت من المواد الغذائية، من علاج الاطفال، من يعني الراشن، من الغازات، من يعني الفراشات، الكنابل، نمسي لك الارض يعني، والمطر لما يجي يعني غرقنا احنا والاطفال بدون ما يعني حصلنا اي نتيجه اللي يعني تحصل علينا. وحالتنا سيئه يعني زياده عن اللازم، لا غازات، لا راشن، لا بدلات، لا كنابل، لا فراشات، لا خيام. والله ما يدري بالحال الا اللي خلقناه، اللي خلقناه هو يدري بالحال. عايشه في البرد، في مجهل حق منه 5 انفار، و5 انفار مجهله، وانا وزوجي بس عايشين في البرد. عايشين جالوسين داخل الشاش حقنا، الشاش يعني، ونحب طرابل ونفرش الارض، طرابل ونفرش الارض ونحن جهلنا. وانا تعبان وما اشوف، عندي حاله نفسيه حتى عيني ما اشوفها، المغرب ما اخرجش من فوق جهالي. اذا مشاهدينا هذا جانب من معاناه الناس النازحين من مديريه حيث في ارياف محافظه ابين. وأعود للترحيب بضيوفي طارق سرور ناشط حقوقي من عدن، وأيضا عيدروس عثمان رئيس تكتل الساحل الغربي لقوى الثورة، ورحب أيضا برئيس لجنة الخدمات المجلس المحلي في حيث السيد صادق بجاش. والسؤال إليك سيد عثمان، يعني ما الذي يمنع قوات العمالقة عن تأمين وتحرير هذه المديرية حتى الآن؟ دعني في البداية أرحب بمنسق ثورة 11 فبراير في محافظة الحديدة الأستاذ طارق سرور، والذي في ظله انطلقت جميع المكونات الثورية في اتهام وانطلقت القضية الاتهامية. عودة إلى سؤالك أخي بالنسبة للعمالقة وما الذي يمنع من عملية تحرير لحيث. كما نعرف يا أخي بأن العمالقة أو ما سواهم ما هم إلا قوة تستند على تعليمات دول التحالف، والتي هي تقوم بعملية الإسناد لتلك القوى سواء بالإسناد اللوجستي أو بالسلاح أو بالجو، ولا يمكن اتخاذ قرار من قبلهم. ما هم إلا فقط قوى منفذة لقوى التحالف وللشرعية. فبالتالي السؤال هذا أعتقد أنه يوجه بالدرجة الأولى إلى التحالف. لماذا التحالف لا يضع في اعتباره طالما أن مدينة الحديدة وميناءها تم توقيف عملية التحرير لها دوليا إلى استكمال التحرير المنقوص، وبعد ذلك سنستطيع أن نلقي باللوم أو أن نتساءل
من قبل أو بالأصح أن نسأل قيادات العمالقة أو المقاومة التهامية. وأنا أؤكد لك بأن القوة التهامية الموجودة في الساحل الغربي جاهزة وفي أتم الاستعداد، ليس لتحرير حيس فقط وإنما لتحرير بقية المديريات الممتدة من حيس إلى محافظة الحديدة. ولكن أخي القرار ليس قرارها تلك القوات وليس الإسناد بيدها، وكما هو معلوم بأن دول التحالف العربي هي من تتولى العمليات العسكرية وتولى اتخاذ القرار، وبالأخص في الساحل الغربي منوط بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان لها جهد كبير في عملية التحرير للشريط الساحلي في الساحل الغربي. نعم، لكن سيد يعني سيد عثمان، هنا تساؤل أخير فيما يتعلق أنه في مسألة حيس، يعني أنه ما مصلحة التحالف إبقاء حيس على هذا الوضع، بينما يعني تدور الأنباء أن قوات التحالف باتت قريبة من الميناء ويعني تتقدم بشكل كبير إلى قبل اتفاقات ستوكهولم. يا أخي، مثل ما ذكرت لك في بداية الحلقة بأن التحالف العربي كان مخطط في منذ بداية معارك الساحل الغربي إلى التوجه والانطلاق مباشرة، وهدفه الأساسي والرئيسي هو مدينة الحديدة وميناء الحديدة وما رافق ذلك بالشريط الساحلي. فكان عملية التقدم إلى مديرية حيس بحسب تحليلي واعتقادي الشخصي مثل ما سمعنا وذكرنا أنه هو تأمين فقط للمناطق الساحلية. الآن قد أنزل هذه الحجة وهذا الشيء بتوقف التحرير، فبالتالي ينبغي أننا نحن أبناء سهامة والمناطق المديريات الجنوبية أن نشعر فعلا بأن التحالف العربي جاء لإنهاء هذا الانقلاب وإنهاء هذا الظلم، وأن نشعر وأن ننعم بالتحرير وما يصاحب التحرير من خدمات ومن سلطة محلية ومن توفر للأمن. ونتمنى كذلك من الإخوة في السلطة المحلية أن يكون لهم دور في ذلك بالبيان وبالإفصاح حول التحرير المنقوص، والذي أنا أشعر بهم بجهود الحقيقة التي تبذل، والدليل على ذلك هو سيد عثمان، يعني نحن يعني لا نعلم كيف يعني يتم او تتم مسألة التأمين التي يتحدث عنها التحالف على حساب معاناة 30,000 مواطن يسكنون هذه المديرية، ولكن دعنا نتحدث هنا عن السلطة المحلية، كيف تقيم دور السلطة المحلية في هذه المديرية؟ بالنسبة للسلطة المحلية في المديرية لا يوجد أي أثر، والدليل على ذلك عدم تواجد مدير المديرية في داخل المديرية أو السلطات الأمنية، لأن الوضع الأمني داخل مدينة حيس لا يتحمل وجود هؤلاء الناس أو وجود الدار، وهذا نعتبره من الخطأ. يفترض بمدير المديرية إذا كان ما زال المدير السابق ما زال المحافظة معطي له صلاحيات الاستمرار، التواجد أقل حاجة في الفوقة تحمل مسؤوليته وأن يوضح كذلك إيجاد أخرى. أما إذا كان قد مشى وأصبح ليس له دور، فعلى قيادة السلطة المحلية في المحافظة أن تعين مدير مديرية من أبناء مديرية حيس أسوى بالخطوة التي أقدمت عليها المحافظة بتعيين مدير مديرية من أبناء مديرية الفوخة، وكان لذلك أثر ممتاز وناجح جدا في استتباب الأمر. أشكرك سيد عثمان عيدروس، وضحت الصورة، وشكرا جزيلا لك الناشط السياسي أو رئيس تكتل الساحل الغربي لقوى الثورة سيد عثمان عيدروس، كنت معنا من جدة. وأعود لضيفي صادق بجاش، هو رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي. يعني سيد صادق، نتساءل هنا يعني كيف تقيم دور السلطة المحلية في مديرية الخوخة، أو عفوا في مديرية حيس؟ بالنسبة لي الدور يعني الدور مشلول إلى حد الآن. نعم. دور المجلس المحلي مشلول، يعني المدير يتحرك يعني في عدن في المخا ويتابع يعني بعض الأنشطة وهو بعيد ما هو ساكن في حيس.
انما يتواصل معنا في تحقيق بعض الخدمات المدير. نعم. تواصل معنا تلفون فقط. انا اطالب المحافظ ان يسكن في الخوخه، المحافظ يجب ان يعمل مقر في الخوخه عشان نكون قريبين نحن المواطنين منه، للتظلمات، للشكاوي، لطلبات الخدمات، ما يعني عدن بعيده علينا نحن ابناء حيش، عدن بعيده. نعم. ما نقدر نروح للمحافظ، لا عدن، نحن نشتي مقر، نناشد وزير الاداره المحليه ان يفتح مقر في الخوخه. نعم. بالنسبه للمجلس المحلي، يعني ما يعني ما مدى مسؤوليه المجلس في مديريه حيز؟ ما فيش مكتب معانا نحن، يعني ما فيش معانا مقر. نعم. لكن يعني ما فيش القصد يعني هو مساله في مساله ما الذي يقدمه المجلس المحلي، وما الذي يعني تقدمه السلطه المحليه، وما الذي يعني يقدمه المحافظ، يعني ما مدى ما يقدمه لهذه المديريه حتى الان؟ الان قلت لك المياه على حساب المنظمات، تمام. نعم. التعليم ما فيش، 44 مدرسة يعني كلها في الأرياف، كلها تحت يعني مع الحوثة. نحن عندنا 5 مدارس في المدينة فقط، والباقي أكثر من 40 مدرسة مع الحوثي. وين التحرير؟ نعم. دورنا نحن المجلس المحلي دور مشلول، يعني ما فيش عندنا صلاحيات، ما فيش يعني ما سلموش كل واحد صلاحيته من أعضاء المجلس، كل واحد في بيته. نعم. إذا بالنسبة أيضا القرى التي يعني أول يعني على أطراف مديرية حيز، ما هو الوضع هناك؟ الوضع يعني مأساوي، يعني تهجير قصري حصل لهم، يعني خلاص في القرى تحديدا، من هذه القرى دخلوا إلى المدينة، دخلوا. نعم. ليسكنوا في المنازل الخاوية التي هربوا منها أبناء المدينة. نعم. بالنسبة سيد صادق للمنظمات الإنسانية، ما مدى حضورها وما تقدمه لمديرية حيز حتى الآن؟ منظمة سولدا رايت الفرنسية، منظمة تكافل الفرنسية، تعطي ماء كل يوم 92 خزان في كل حارة، يعني من المدينة في كل حارة. نعم. 11 وايت، 11 سواق، يعني 11 بابور يغطي كل الحارات. مع اليونسيف قدمت خزانات، الصليب الأحمر قدم خزانات، الاستجابة الكويتية والتواصل الكويتي قدمت خزانات. نعم. في منها فاضي وفي منها الآن يتعبى على حساب تكافل الفرنسية، سولدرايت الفرنسية. نعم. بالنسبة لجميعهم يقدموا خزانات، بالنسبة للمشروع الخاص بالمديرية، مشروع المياه، مشروع لماذا لا يتم إعادة تشغيله من جديد؟ وهو الان بيد الحوثه طبعا، مش بيد المقاومه، في يد الحوثه طبعا. يعني مشروع المياه ما زال تحت سيطره الحوثي حتى اللحظه. نعم. 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 طيب انت تحدثت الان كل ما تصفه عن ما تقدمه المنظمات في مديريه حيز عباره عن مياه، يعني هل فعلا ما يقدم هو مياه فقط من قبل المنظمات، ام ان هناك اشياء اخرى لم تذكرها؟ في يعني مساعدات عينيه مثل البر، مثل الارز، يعني بعض اوقات يقدموا يعني ما بين كل 3 أشهر 4 أشهر يعني تجي السلال الغذائيه. لكن الان بالتركيز المياه، نحن طلبنا المياه ونحن نشتي مياه، ننقذ الناس من العطش القاتل في مديريه حيش، حصار خانق الان، باقي يعني اسبوعين بتوقف، نشتي الان. نحن نطالب بتدخل، اطالب جميع المنظمات الاجنبيه والمحليه التدخل في مديرية حيث لإنقاذ الناس من العطش والمرض. المرض الآن الملاريا قاتل فتاك. نعم. القرعة ب 7000 ريال نشتريها في السوق، نشتري القرعة ب 7000 ريال في السوق برا. نعم. إذا أشكرك جزيل الشكر صادق بجاش، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي في حيث، وأعود لضيفي طارق سرور عبر الأقمار الصناعية معنا من عدن. سيد طارق، مرحبا بك من جديد، ويعني نتساءل هنا من يتحمل مسؤولية الوضع القائم في حيز؟ يتحمله بالدرجة الأولى التحالف، قيادة التحالف المسؤولة عن العمليات في الساحل الغربي، يشارك في هذا السلطة المحلية، يجب أن تضغط بقوة وأن تتحمل مسؤوليتها
وأن تهتم وتعمل على إنهاء ومعاناة إخواننا وأهلنا في حيث. نعم، أنت بدرجة رئيسية وبدرجة أولى حملت التحالف، وبدرجة ثانية هي السلطة الشرعية. نعم. نعم، طيب يعني ما حجم مسؤولية السلطة المحلية؟ كون الأمور كلها بيد التحالف، بيد العمليات المشتركة، بيد دولة الإمارات المسيطرة أو المشرفة على عمليات تحرير الساحل الغربي. فنأمل أن يهتموا بأبناء حيث مثل اهتمامهم ببقية أو على الأقل بمنطقة الخوخة. كما ذكر الأخ رئيس الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية حيث بأن السكان الآن يعانون من انعدام المياه، وهذه المشروعات التي تقدم هي مشاريع مؤقتة، والآن نحن على مشارف دخول الصيف ستزداد المعاناة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى التلوث البيئي وما يرافقه من أمراض وأوبئة. فقضية يجب الاهتمام الآن بمشروع المياه، فعلا المشروع الرئيسي تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية، لكن هناك حلول. الخزان الرئيسي الذي تصل إليه المياه كان على مشارف المدينة وهو تحت سيطرة القوات العمالقة أو الشرعية. نعم. يجب تأهيله وبالتالي إعادة المياه للناس، وستكون تكلفته أقل أيضا. أتمنى من المجلس المحلي أن يرفع هذا الموضوع، وأتمنى من السلطة المحلية أن تطرحه على التحالف بشكل عاجل حتى إنقاذ الناس من العطش والموت عطشا. الموضوع الثاني الكهرباء، بإمكان التحالف أن يقدم مولد كهربائي للمدينة لكي يستعيد الناس يعني نشاطهم وحياتهم بشكل عام. فهذه أقل الأساسيات التي يجب أن يهتموا بها، بالإضافة إلى تأمين المناطق المشرفة على المديرية والتي منها يتم إطلاق القذائف الهاون والكتيوشا. نعم. وقتل أبنائنا وأخواننا بدم بارد من قبل هذه الميليشيات في ظل صمت عجيب وعدم اهتمام. وهنا تساؤل سيد طارق، يعني هذه المديرية يسكنها 30,000 شخص، يعني معاناة منذ عام حتى اللحظة، ويعني أيعقل أن قيادة التحالف وأيضا رئيس الجمهورية وقيادة الجيش والسلطة المحلية والمحافظ يعني لم يشعروا حتى اللحظة بمعاناة هؤلاء الناس؟ يشعروا بمعاناتهم. يجب أن نكون واضحين أيضا بأن قيادة الشرعية ليس لها صلة بعمليات التحرير الساحل. المسيطر بشكل رئيسي هي دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك نناشدها الاهتمام بأبناء حيث وأن تعتبرهم مثل المديريات الساحلية التي تهتم بها، وحتى لا يفهم المواطن بأن الإمارات فقط تهتم بالشريط الساحلي وبالمدن الساحلية، بينما بقية المديريات هي ضمن الهامش أو ضمن عدم اهتمامها. نقطة مهمة جدا، يجب فعلا إنهاء هذه المعاناة، إما بتحرير المديرية وتأمينها أو بالدخول إلى مدينة الحديدة وبالتالي قطع الإمدادات وستنتهي هذه المأساة. أما أن يظل الموت البطيء لأبناء المديرية بشكل يومي، فهذه جرائم إبادة لا يقبلها أي عقل. نأمل من الجميع أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية أمام هذه المأساة التي مستمرة منذ عام. نعم، إذن طارق سرور ابقى معي، وسأستقبل ضيفنا السيد حسام بكري ناشط إعلامي. سيد حسام مساء الخير. مساء النور أخي الحبيب. أهلا بك سيد حسام، يعني أنت كناشط إعلامي زرت هذه المديرية ومطلع على الوضع، يعني ما الذي شاهدته في حيث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة حيث تعيش حياة مأساوية منذ تحريرها من الإنقلابيين في 5 فبراير 2018. نعم. ونحن في شهر فبراير 2019، عام من التحرير مضى على حيث، والميليشيات الإنقلابية تستهدف المدنيين بشكل يعني يومي بمختلف أنواع القذائف والأسلحة والرصاص، آثار الرصاص محفورة في كل جدار في منازل حيث. نعم،
بالنسبة للإحصائيات، يعني هل لديك إحصائيات عن يعني ما دمرته الميليشيا في هذه المدينة، وأيضا ضحايا عملية التحرير وما رافقها؟ الميليشيات الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين بمدينة حيس أفادت فيها لجنة الرصد في حيس أن عدد القتلى المدنيين من شهر فبراير 2018 وحتى ديسمبر 2019 بلغ عدد المدنيين القتلى 91 قتيل، بينهم 91 قتيل و 28 جريح من المدنيين من الأطفال. وكذلك من الجرحى 243 جريح. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الناشط الإعلامي السيد حسام بكري، كنت معنا من محافظة الحديدة، شكرا جزيلا لك. وأعود للسيد طارق سرور ناشط حقوقي. سيد طارق، نتساءل هنا، من المستفيد ببقاء الحال على ما هو عليه في حيث؟ المستفيد بالدرجة الأولى هم الميليشيا. المستفيد بالدرجة الأولى فعلا هي ميليشيا الحوثي التي تمعن في ذلال أبناء حيث، التي تحاول أن تصور بأن هذا هو وضع الشرعية، التي تحاول أن تعلن لبقية أبناء المديريات بأن إذا ما تحررتم أو إذا ما وصلت الشرعية وتعاونتم معها سيكون وضعكم مثل وضع أبناء حيث. وهذا ما يروج له إعلاميا في وسائل إعلام ميليشيا الحوثي الإنقلابية. ففعلا هم المستفيد الأول من هذا الوضع، وهذه أكبر خدمة تقدم لهم في عدم استجابة المواطنين سواء في أرياف حيث أو في بقية المديريات من التعاون مع الشرعية، خوفا من الوصول إلى هذا الوضع. ففعلا يجب أن تتحرك الجميع لإنقاذ حيث. إذن سيد طارق، هنا في أقل من دقيقة رسالة تود قولها من خلال البرنامج. رسالة أخي الكريم، أناشد التحالف الإمارات العربية المتحدة المشرفة على عملية تحرير الساحل الغربي الاهتمام بمعاناة المدنيين في حيث، أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع الدولي بإنقاذ 30 أو 7 ألف نسمة المحاصرين داخل مركز المديرية. أتمنى أيضا السلطة المحلية أن تتحمل مسؤوليتها وتتحرك بقوة وتعمل على مطالبة التحالف على تمكينها من السيطرة على مديرية حيث، وتعيين مدير المديرية وإعادة مدير الأمن والسلطة القضائية ودعمهم وبدء الحياة في حيث. أتمنى أيضا من جميع أبناء تهامة وبالأخص الناشطين الإعلاميين تبني قضية معاناة إخواننا وأهلنا في حيث على شكل عالمي. أشكرك. حتى ينظر لها الجميع ونعمل على إنهاء هذه المأساة بإذن الله إذن تعالى. أشكرك سيد طارق سرور ناشط حقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن. مشاهدينا، بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع الضيوف، سيد طارق سرور ناشط حقوقي، والشكر أيضا للسيد عثمان عيدروس رئيس تكتل الساحل الغربي لقوى الثورة كان معنا، والشكر أيضا لصادق بجاش رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي، وأشكر أيضا حسام بكري ناشط إعلامي كان معنا. وقبل يعني أن نختم بهذه المادة المعلوماتية التي أعدها لنا الزميل منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، لكم تحياتي أنا شادي نجيب، وهي أيضا من يعني منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وفي الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. وحتى الملتقى في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله ونبقى مع هذه المادة المعلوماتية في الختام.